مرحبا بجميع متابعي ومشاهدي قناة وموقع قنيطرة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية اللي تنطلق لها فعلا لبطولة دوري الظلال ونتائج فريقنا النادي الرياضي القنيطري. وصلنا إلى المحطة الرابعة من بطولة القسم الوطني الثاني. الدورة أصبرت على النتائج التالية: اتحاد الخميسات ينهزم بملعب أمام شباب أطلس خليفرة بهدف دون رد، الكاكي تعادل أمام الماس بهدف داخل كل شبكة، الرسينج البيضاوي أولمبيك تشيرا مباراة انتهت بدون أهداف، شباب الرياضي السالمي يفوز على شباب المحمدية بهدفين مقابل هدف واحد، شباب الريف الحسيمي يتعادل أمام الكوكب المراكشي بهدف مقابل هدف، الاتحاد البيضاوي يعود بفوز ثمين من ملعب وداد التمارة، اتحاد سيدي قاسم يتعادل خارج ملعبه أمام وداد فاس بهدف داخل كل شبكة، وشباب بلقرير يفوز على جمعية سالة بهدف دون رد. على ضوء هذه النتائج أصبح الترتيب على الشكل التالي: في الصف الأول شباب بلقرير بعشر نقاط، في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة نزيد كل من شباب محمدية، الوداد الفاسي، أولمبيك تشيرا، الشباب الرياضي السالمي، وفي الصف السادس والسابع والثامن مناصفة بين الرسينج البيضاوي والاتحاد البيضاوي وشباب أطلس خليفرة بخمس نقاط، في المرتبة التاسعة والعاشرة و11 و12 نزيد كل من شباب الحسيمة، الكوكب المراكشي، المغرب الفاسي، واتحاد الزموري لقميسات، في الصف 13 اتحاد سيدي قاسم بثلاث نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد فريق النادي الرياضي القنيطري في الصف 14، الصف 15 جمعية سالة بنقطتين، وفي الصف الأخير وداد تمارة بنقطتين أيضا. يرافقني في تحليل حلقة اليوم من برنامج الحصيلة الرياضية الزميل الصحفي براديو مدينة مكناس سي محمد القداوي. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك الزميل البحري، وتحية لكل متتبعي ومتتبعات موقع وقناة قنيطرة 36. سي محمد القداوي، يعني بعد هزيمة ثقيلة الدورة الماضية أمام أولمبيك تشيرا، المدرب عبد الواحد بن حسين أحدث تغييرات على مستوى الشاكلة، يعني بإضافة بتغيير ستة لاعبين جدد، الفريق كاد أن ينهزم لكنه عاد بقوة وفي الأنفاس الأخيرة وحقق تعادلا ثمينا أمام فريق متمرس يضم في صفوفه أغلب لاعبين مارسوا في بطولة القسم الممتاز. التقييم ديالك سي محمد يعني لهذه المباراة اللي هي مباراة الكاك والماس؟ أولا الأخ البحري، فنبدأ بتحية الجماهير اللي حضرت هذه المقابلة، جماهير الغفيرة اللي حضرت لا من جانب فريق النادي القنيطري ولا من جانب المغرب الفاسي، فتحية لهم وكتبقى لهم ونترفعوا لهم القبعات لأنهم حضروا وساندوا بواحد الشكل حضاري كبير، وكنتبادلوا التحايا، كنا حضرنا في الملعب وشاهدنا ذاك تبادل التحية ما بين الجماهير وترحاب ديال الجماهير القنيطرية والجماهير الفاسية، وبالمثل كانت رد التحية من الجماهير الفاسية. بالنسبة للمقابلة في فريق النادي القنيطري كان تيبان عليه بأن اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في المقابلة ديال الماضية ديال الدورة الماضية بأنه باقي متأثرين بديك الهزيمة اللي كانت ثقيلة على الفريق، خصوصا أنه يلاه بدا، ولكن في هذا بان في الدورة في الشوط الأول، أما في الشوط الثاني فتبين بأن فريق النادي القنيطري بأنه عازم أنه يحقق واحد النتيجة إيجابية، وتبين بانت بأن كاينة هناك شخصية جديدة، شخصية ديال أن الكرة بدات كتلعب ما بين اللاعبين، ولات ديك الألفة وما بين اللاعبين، ديك اللحمة اللي كنا كنقلبوا عليها بدا الأثر ديالها، بدا الإيقاع كيبان عند الفريق، حيت المقابلة في الدورة في الشوط الأول كان الإيقاع جد بطيء، كان هناك جس النبض ما بين الفريقين لأن تتلعب أمام فريق اللي هو قوي، المغرب الفاسي اللي كان كيتبارى معاك في الموسم السابق على الصعود، واللي انهزمنا أمامه في آخر مقابلة بيناتنا، انهزمنا مدينة فاس بهدف عن طريق ضربة جزاء واللي سجلها دي جي
جيزة، وهاد دي جي جيزة هو المسجل ديال الهدف الاول ديال الفريق المغرب الفاسي، مهاجم محنك، مهاجم اللي كيعرف شنو كيدير في مربع العمليات. الا ان حين كت المدرب اللي غنقول الكلمه ديالنا صراحه بان المدرب ولا مساعد ديالو بانت الاثار ديالهم على اللاعبين، وتيتبين بان خصنا نصبروا على الفريق. كاين هناك بوادر فريق ان شاء الله غيكون عنده الكلمه ديالو في هذا الموسم، ويولي ما لا انه يكون من بين الفرق اللي غتبارع للقسم باش صعود القسم الوطني الاول. ولاحظتي بان الفريق كان منهزم، ولكن ديك الشخصيه اللي عند الفريق كما قلت هي اللي عطاته انه يبقى تيامل بالحظوظ ديالو حتى لاخر دقيقه او اخر ثانيه فيها فاش سجل اللاعب الجديد اللي عطى اضافه اللي لعب وسط الميدان اللاعب كوليبالي. اللاعب كوليبالي اللي كان ديال الفريق كوكب مراكشي هو اللي عطى داك الهدف. ودائما تنقول الاخ البحري ينقصنا الهجوم فريق النادي الاخضر. هذه وصلوا لها فعلا اللاعب كوليبالي لاعب الوسط، هذه كانت اول مباراه قدم اضافه على مستوى الوسط، وكان وراء انقاذ فريق النادي الرياضي القنيطري من هزيمه امام الماس. الجميل سي محمد في المباراه هو يعني لاعبين شباب ابن مدرسه النادي الرياضي القنيطري. هنا نتكلم لك على الظهير الايسر اكرم المجدوب، يعني اول مباراه ظهر بواحد المستوى اللي هو مستوى طيب. كذلك كان تالق ابن مدرسه الكاك اللي هو لاعب الزريبي. يعني الجميل اليوم هو الملاحظه هو اقحام لاعبين شباب من ابناء مدرسه النادي الرياضي الذين وقفوا الند للند امام لاعبين متمرسين. نذكر لاعب دوري عصام الراقي، غضروف الولجي، الحارس بورقاني. اذا التعادل اللي كان سي محمد اليوم هل هو تعادل منطقي في نظرك؟ والتوقعات ديالك يعني العطاء التقني للفريق النادي الرياضي القنيطري في مستقبل الدوره. فاولا غنرجع انا للبادر الحسن اللي قام بها الطاقم التقني ديال فريق النادي القنيطري هو اقحام لاعبين محليين، وهذا اللي نادى به الجمهور. خصوصا كنلاحظوا بان في السنوات التي خلت فان اقحام جميع اللاعبين تقريبا 80% 90% لاعبين خارج المدينه بحضور لاعبين اللي هما ابناء الدار. لا حسن الزريبي ولا اكرم المجدوب، فكيبان من خلال التحركات ديالهم. نعم انهم ما عندهمش مباراه في رجليهم امام هذاك الكم من الجماهير، وراه الجمهور فاش كتلعب قدام واحد الجمهور غفير، والجمهور النادي القنيطري ما تنقولش اي جمهور، فجمهور النادي القنيطري كتكون مطالب امامه بالاداء والنتيجه، ماشي غير بالنتيجه، تيبغي حتى الاداء، تيبغي ديك الدقه ديال فريق النادي القنيطري اللي تعطشنا لها كاملين. نتمنى ان هاد اللاعبين هادو يعطيو الاكل ديالهم وتبان دوك الفنيات ديالهم، خصوصا حسن الزريبي. اما بالنسبه للظهير الايسر فهو سد المنافذ في هذيك الجهه، كان سد المنافذ بشكل كبير على لاعبين محنكين، لاعبين ممرسين بشكل كبير، وعندهم في رجليهم مباريات كبيره وامام جماهير كبيره. الجماهير الفاسيه ما يمكنش لنا نقصوا منها، حتى هي جماهير عريقه وجماهير كبيره. اذا فريقين عريقين تبارو بشبان، اذا وعطاو نتيجه واحد واحد. النتيجه الاخ بحري كانت منصفه للفريقين. اذا هي نتيجه منصفه للفريقين. الفريق النادي الرياضي القنيطري يعني حافظ على المرتبه ديالو، هي المرتبه 14 بثلاث نقاط، بالمقابل الفريق المغرب الفاسي يتواجد في الصف العاشر مع مباراه ناقصه. يعني كل شيء كان حاضر سي محمد في هذه المباراه، كان العطاء خصوصا في الجوله الثانيه، كانت الجماهير اللي هي جماهير كبيره سواء من فريق المغرب الفاسي او النادي الرياضي القنيطري. مباراه رجعتنا يعني ذكريات الجمل الجميل. يعني سي محمد تيبان لي انا عيب وعار هاد الفريقين يبقاو في بطوله دوله الدوري. فانا غنستحضر فاش كنت انا من الناس اللي كيحضروا يعني صغير السن، كنا كنحضروا في المدرجات المكشوفه اللي كانت معروفه بالبلوز، وكنا كنساندوا فاش كانت كتكون هذه المقابله. فجماهير كانت كتحضر، كانت النتيجه كانوا لاعبين قدام اللي كاين فيهم من فوافاته المنيه الله يرحمه في هذا النهار هذا، وكاين اللي باقي معنا نتمنوا له الصحه والسلامه. يعني كانت المقابله ديال المغرب الفاسي والنادي القنيطري كانت معروفه، كتعطي واحد النديه، كانت فيها الفرجه، كانت فيها. وهذا في الشوط الثاني ما لمسناه الاخ البحري، لمسنا بان الفرجه بدات خصوصا في ال 20 دقيقه الاخيره، وكان اللي تلج الصدر ديال الجماهير كامله. واللي عجبني
استحضرها في هذه المقابله هذه اللي فاتت هو الجماهير القنيطره، على الرغم من الهدف السابق لفريق المغرب الفاسي فانهم بقاو مساندين الفريق. وهذه صفه جميله وصفه كبيره، وكيتحيي عليها جماهير فريق النادي القنيطره الاخ الحريري. جماهير النادي القنيطره جماهير الهلال البوز يعني عودتنا دائما تكون حاضره وبقوه تدعم الفريق ديالها من اول يعني من صفاره البدايه الى نهايه المباراه. يعني جميل جدا في هذه المباراه ايضا سي محمد القداوي، هو يعني القرار الصارم للاطار عبد الواحد بن حسين بتوقيف اللاعب لؤي الاني. لؤي الاني كان يقدم شهاده طبيه بداعي الاصابه. لؤي الاني وعند علمه بان المباراه منقوله على القناه الرياضيه يعني جل الملعب وقال بانه راه تشافى من الاصابه وبغى يدخل بغى يعني يكون حاضر في هذه المباراه، لكن الصرامه ديال المدرب عبد الواحد بن حسين كانت حاضره وحاضره بقوه. شنو قلنا في هذا الباب اصلا؟ الاخ البحري انا يعني بالنسبه لي تكلمت على لؤي العاني كلاعب، فانا من بين المعجبين ديال هذا اللاعب هذا اللي كتبقى البصمه ديالو عند الفريق، تينقصوا شيء من الخبره شيء من يعني انه يكون ثبات خصوصا في اتخاذ بعض القرارات، ان النادي القنيطري محتاج ليه، هو محتاج النادي القنيطري، هو ابن مدينه القنيطره يعني كرويا هو ابن مدينه القنيطره، لعب فريق سابو على ما اظن ومن بعدها فريق الجيش الملكي ومن بعدها الى فريق الام النادي القنيطري، الجماهير تتحب هذا اللاعب هذا وتيبين هو كان رجل المقابله ديال اللي كانت امام شباب الاطلس القنيطره من لاعب بلدي كان رجل المقابله بامتياز. اذا كنت كنتمنى انه ما يقومش بهذا التصرف هذا، والسيد بن حسين عنده الحق وهو يعني على صواب في اتخاذ هذاك القرار ديالو من اجل يعني باش يثبت النظام وسط لاعبي فريق النادي القنيطره. طبيعه الحال ملي تتكون النظام تتكون صرامه يكون هناك فريق متكامل البطوله، يعني حنا عندنا بقى حوالي 26 دوره. يعني الجماهير التي كانت حاضرة تعرفوا بأن خزينة فريق النادي الرياضي القنيطرة تعاني، آخر الأخبار الموثوقة اللي توصلنا بها فمداخيل طبعت حوالي 5500 تذكرة، المداخيل يعني قاربت تقريبا 12 مليون ونصف، وبعد حذف المصاريف يعني بقى مبلغ صافي في حدود 10 ملايين. سي محمد القداوي يعني فريق النادي الرياضي يعاني على مستوى يعني الامكانات الماديه، يعني يمكننا نعتبروا اذا بقت النتائج يعني غدا في واحد التحسن نعتبروا ان المحتضن يكون المحتضن الرسمي للفريق هي الجماهير ديالو، ومن هنا يعني هذيك المداخيل نبقاو نصدوا بها يعني مجموعه ديال الاشياء اللي تحتاجها الفريق. انا قلت الجمله اللي كتبقى جمله تبقى راسخه عندي وغتبقى، حيت قلت بان الفرق كامله اغلبيه الفرق هي يتيمه الجماهير، ولكن فريق النادي القنيطري عنده الاهل ديالو هما الجماهير ديالو اللي هي محتضنه ديالو والمتبنيه ديال هذا الفريق هذا، وكانت دائما تساند الفريق في الشده وفي فاش كان النادي القنيطري هي النادي القنيطري. الان مطالب الجمهور انه يدعم الفريق ويبقى دائما وراء هذا الفريق هذا، لا ماديا كما لاحظنا ان 12 مليون اللي دخلت في صندوق الفريق راه غتعطي واحد الدفعه قويه الماليه ديال الفريق النادي القطري. هذا لا ننسى اننا لا بدنا نشوفوا شي مستثمر اللي غي ولا مستشار اللي غيقوم بدور المحتضن الفريق النادي القطري، خصوصا هو سنوات هو بدون محتضن رسمي. وبطبيعه الحال لا بد من محتضن، تنعرفوا بان البطوله تتطلب يعني امكانات بيضاء خصوصا الفرق اللي تلعب من اجل الصعود. الجماهير اللي لاحظناها في يوم السبت في الملعب البلدي بقنيطره واللي فاقت يعني 9000 متفرج، الجماهير ما تلاحظوش حتى في الفرق ديال انديه القسم القسم الممتاز. سي محمد القداوي، النادي الرياضي القنيطره يرحل الدوره المقبله الى مدينه بن القصيري لمنازلة فريق اتحاد سيدي قاسم في ديربي الغرب، توقعات ديالك هذه المباراة؟ فالتوقعات ديالي بأن فريق النادي القطري غتكون بالنتيجة هي غتكون صالح فريق النادي القطري، غيكون تعادل خصوصا بأن فريق النادي القطري غتكون عنده يعني عطلة ديال هذا الأسبوع هذا، الفرق كاملة ما غتلعبش هذا الأسبوع هذا، إذا كاين الراحة كاين بأنهم غيجمعوا الأوراق ديالهم غيجمعوا حساباتهم. سيد بن حسين كينقصوا غير الوقت لأن النادي القطري من بين الفرق اللي بدات متاخره في الاستعداد ديالها لهذا الموسم، اذا ياخذ شويه من الوقت السيد بن حسين، وتنظن بان فريق النادي القنيطري الا جلب
شي مهاجم يكون صريح امام مربع عمليه الخصم، فهو ان شاء الله غيكون عنده الكلمه ديالو لا امام فريق سيدي قاسم اللي كيعتبر فريق الجار واللي تنتمنوا ليه حتى واحد اوفر في هذا الموسم هذا، ولا امام فرق اخرى في هذا الموسم ان شاء الله. اذا الحلقه الاضعفيه جبهه الهجوم، ننتظر يعني اقحام الغطاس اللي حمزه الغطاس اللي مازال لعب اي مباراه، وكذلك نتمنى يعني النملي يسترجع يعني التقنيات ديالو والعطاء ديالو. سي محمد القداوي، نمشيو لفريق المدينه الثاني اللي هو فريق النهضه القنيطريه ارزوزي. فريق النهضه القنيطريه يعني سيعيش واحد النقله نوعيه. الخبر اللي توصلنا به اليوم هو ان الموثق المشهور الاستاذ زين العابدين الطوسي بمعيه الناشط والفاعل الجمعوي عبد اللطيف خير يعني عقدوا لقاء مع لاعبي فريق النهضه القنيطريه في اطار تحويل الفريق الى شركه ودعمه ماديا ومعنويا، علما بان الجمع العام المقبل للفريق سيكون يوم 19 اكتوبر المقبل. شنو تقول لينا على فريق النهضه القنيطريه وعلى هذه المبادره اللي خداها الاستاذ الطوسي والاستاذ عبد اللطيف خير؟ نهضروا على الاستاذ الطوسي ولا على الاستاذ خير؟ فالمعروف على الاستاذ الطوسي بانه استاذ يعني كيحب الرياضه، كيحب الكره هنا في مدينه قطرة، كان من بين الناس اللي دعموا فريق النادي القنيطري، فهو الان مع فريق النهضه القنيطريه. ما كنتسناو كل خير من هذا الانسان هذا اللي معروف كما قلت في الاوساط القنيطريه بانه محب ومن الناس اللي غيورين على الكره بفريق في مدينه القنيطره. بالنسبه لفريق النهضه القنيطريه كنا في الكواليس وضحكنا، جبدنا بان قلت بان فريق النهضه القنيطريه هو الرزوزي، يلسع ولا يموت ان شاء الله. فريق النهضه القنيطريه غيرجع وان شاء الله بغينا ما نموتوش ونبقاو بالحياه ونشوفوا الدربيات في القسم الوطني الاول ما بين فريق النهضه القنيطريه وفريق النهضه القنيطريه. فريق النهضه القنيطريه كان يلسع بقوه، واشير بان فريق النهضه القنيطريه لعب ثلاث نهائيات لكاس العرش في 78 و82 و84. نتمنى ان يسترجع هذا الفريق العريض مكانته ضمن انديه القسم الممتاز ويعود بالتالي ديربي القنيطره. اشير بان اللاعب الدولي السابق لاعب نادي القنيطره السابق عماد الحفيظي هو الذي يشرف على الاداره التقنيه للفريق ارزوزي. وصلنا لنهايه الحلقه الرابعه من برنامج الحصيله الرياضيه. نتقدم بجزيل الشكر لمحلل البرنامج الصحفي براديو مدينة الكناس سي محمد القدام. شكرا لك الاخ البحري، وشكرا لكم على طيب المتابعه. مشاهدينا الكرام، نودعكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.